الزمالك الحالي كويس عنده بلان، بدون الدخول في تفاصيل، بلان احيانا بيانات واحيانا مواقف معينه، بيبحث عن ايه؟ مجلس اداره نادي الزمالك عنده طبعا بلان كبير جدا، بيبحث عن موضوعات كتير جدا، على راسها الاستقرار الاداري اللي مهم جدا لفرق النادي المختلفه. مجلس اداره نادي الزمالك بيبحث عن استقرار مالي يقدر يخلي نادي الزمالك في حتة تانية في الفترة اللي جاية، لان احنا كلنا عارفين ان الاستقرار المالي ده هو اساس كل حاجة. استقرار اداري ومالي هيخلي نادي الزمالك ينقل نادي الزمالك والالعاب في نادي الزمالك لمنطقة تانية. اعتقد ان ده اتحقق بعض الشيء، لكن على المستوى الطويل، لان البلان في جزئيتين، في جزئية على المدى القريب يعني، وده شغالين فيه ويمكن نجحنا فيه. واعتقد ان مجلس ادارة النادي حاليا، اللجنة الحالية برئاسة كابتن حسين لبيب، نجحت تماما، وده بكلام الجماهير مش بكلامي انا. تمام. لكن على المدى الطويل كمان الناس هتشوف ده في الفترة الجاية. العلاقة الجيدة ما بين الاهلي والزمالك هي كان ليها جزء من حالة الهدوء ومساعدة مجلس إدارة الزمالك في التجديد لعدد من اللاعبين؟ الكلام ده يا كابتن سيف عاري تماما من الصح. تمام. ليه عاري من الصح؟ لان انت كل البرامج يقول لك اصلي الكابتن محمود الخطيب ساعد الزمالك على ان يجدد للاعيبته. طب ما انت خطفت لاعب بتاع كره طايره ومحدش اتكلم. انتوا بتناقضوا نفسكم. ثانيه واحده كمل، بس اديله فرصه. انت خطفت لاعب كره طايره من عندنا، من نادي الزمالك، واذا انت بتقول يعني كلام وجد. لا هو ما حدش قال حاجه، انا بسالك انت. انت رد عليا انا، يعني ما حدش قال حاجه، انا بسالك. طيب. ده موجود ولا مش موجود؟ لا مش موجود، لان بدل انت خدت لاعب كره طايره. تمام. من غير ما تقول يعني الجيم، يعني الجيم ما بين الاهلي والزمالك، ولاعب الكره الطايره ده على فكره مش ماضي السنه دي، ماضي من السنه اللي فاتت. طب يعني وكل نادي الزمالك عارف يعني الهدنه ما بين الاهلي والزمالك ما ساعدتش. اللاعب ده اتخاذل مع الزمالك ولا كان بيلعب بايجابيه وبروح؟ لا خالص ما اتخاذلش. طب عليه استاذ علي، يعني انا بتكلم على احنا بنتكلم في جزئيه ثانيه. يا استاذ عمرو ما بنتكلمش في تخاذل دلوقتي. يا استاذ عمرو خليك معايا بعد اذنك. يعني انت شايف ان الهدوء ده ما عملش اي حاجه في الصفقات؟ ما عملش. طب بدليل انه ان انت نطيت على النادي وخدت صفقه. يا فندم محترم استاذ علاء، رايك هل دي ساعدت ولا ما ساعدتش؟ طبعا حاله الود الكبيره بين الاهلي والزمالك والبركات المتبادله بين الاثنين دي، والعلاقه الطيبه جدا. انا شايف العلاقه طيبه جدا، واداره نادي الزمالك بتتكلم بمنتهى الود. العلاقه مش بالكلام يا جماعه. لا احنا بنتكلم في جزئيه. استاذ عمرو ما حدش قطعك، اتفضل يا استاذ علي. كل الناس ملاحظه حاله الود والاحترام المتبادل بين الاثنين، البركات التهنئه اللي كانت غايبه بقى لها فتره طويله جدا، المساندات الكبيره على المستوى الاعلامي، على المستوى الاداري موجوده بشكل كبير جدا، الاحترام موجود. انا كنت موجود في مناسبه جامعه رئيس الاهلي والزمالك اللي هي يوم التسامح الرياضي العالمي، شفنا الكابتن محمود الخطيب وكان الاستاذ عماد عبد العزيز المستشار اللي هو عماد عبد العزيز كان موجود، وازاي منتهى الود والاحترام، وازاي كل واحد منهم بيتكلم على الثاني بادب، وكل واحد مدي الثاني قيمته وقيمه ناديه. فده شيء ايجابي ما كانش موجود الفتره اللي فاتت، وانا شايف ان القدم افضل باذن الله.